حاجات كتير جدا بتحصل لنا وما بنكونش عارفين سبب. اول حاجة معانا اللي احنا يحصل لنا دوخة او اسوداد في الرؤية، تلاقي كده ايه، ما انت شايف قدامك كده الدنيا ضلمت خالص. فسبب الحالة ديت ان انت بيكون عندك يا اما انخفاض في ضغط الدم يا اما عندك فقر في الدم. تاني حاجة معانا ممكن تحصل لنا اللي هي تشقق الشفايف، ده بيكون عندك يا اما جفاف يا اما نقص في فيتامين B12. تالت حاجة معانا اللي هي النوم الكتير جدا بصورة زيادة عن اللازم، وحاجة يعني انت ما بتقدرش تسيطر على النوم بتاعك، ده بيكون عندك يا اما اكتئاب يا اما نقص في فيتامين دي. رابع حاجة معانا وهي ألم وتشنج العضلات، ده بيكون يا اما عندك نقص في فيتامين دي يا اما بيكون عندك نقص في الصوت. خامس حاجة معانا وهي الناس اللي بتقعد تاكل كتير جدا زيادة عن اللازم، قاعدة طول النهار بتاكل وبتحش وبص مخلصة اكل البيت عندها وفي الاخر ما بتتخنش، ده في الغالب بيكون عندك فرط في نشاط الغدة الدرقية. بإذن الله في الفيديو الجاي هنعرف ايه هي الحلول لكل المشاكل ديت وازاي نقدر نحل المشاكل ديت ونتخطاها. في الاخر ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد بنزله، لايك الجميل، واهم حاجة لو عندك اي استفسار ياريت تكتبه تحت في الكومنتات، بإذن الله هعمل لك فيديو عليه.